الراديو 90-90 هواها مصري. شركة أبل كشفت امبارح رسمياً عن الموبايلات الجديدة آيفون 11 بسعر $699 وآيفون 11 برو بثلاثة كاميرا بسعر $999 وآيفون 11 برو ماكس بثلاثة كاميرا بسعر $1099 وهيتم طرحهم رسمياً يوم 20 سبتمبر بأحجام وسعات تخزينية مختلفة. يبقى آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس. كمان أبل كشفت عن الساعة الذكية الجديدة أبل ووتش 5 وضفت لها ميزة جديدة أنها تفضل شغالة على طول بحيث أنك تقدر تعرف الوقت من غير ما تضطر تحرك إيدك وبتحافظ على عمر البطارية لمدة تصل ل 18 ساعة. خلال المؤتمر الخاص بشركة أبل أعلنت عن طرح جهاز آيباد جديد بشاشة 10.2 بوصة مع معالج أسرع مرتين من كل أجهزة اللابتوب المتاحة في الأسواق وكمان إمكانية توصيله بكيبورد كامل. شركة أبل كمان أطلقت امبارح رسميا خدمة أبل أركيد وللألعاب والخدمة دي هتكون متاحة من يوم 19 سبتمبر في 150 بلد حول العالم وهيضم أكثر من 100 لعبة مختلفة مع رسوم اشتراك قيمتها $4.99 شهريا وأول شهر هيكون تجريبي ومجاني. وخلال مؤتمر أبل أمس أعلنت الشركة عن خدمة البث الجديدة الخاصة بيها أبل تي في بلس اللي هتقدم عدد من الفيديوز الحصرية وهتوفر للمستخدم اللي اشترى أي جهاز من أجهزة أبل الجديدة هتوفر لي اشتراك مجاني لمدة سنة كاملة ده للأجهزة الجديدة مش أي أجهزة أبل وبعدها تكون قيمة الاشتراك شهريا $4.99 وهتتوفر الخدمة في أكتر من 100 بلد حول العالم. يبقى ملخصا كده أجهزة أبل الجديدة آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس وكمان أبل ووتش 5 وكمان آيباد جديد وكمان أبل أركيد وأبل تي في بلس ده في مؤتمر أبل أمس اللي كل الناس بتستناه كل سنة علشان تعرف